طيب السؤال اللي بعد كده، رجل بنى مسجد ودخل الأوقاف وليس معين فيه أحد من قبل الأوقاف، ولكن إدارة المسجد موجودة وصاحب المسجد ابنه بيتحكم في المسجد، هل يجوز؟ صاحب المسجد ابنه بيتحكم في المسجد، ما هو الراجل توفي على رحمة الله وابنه بيتحكم في المسجد، ومع ان في إدارة المسجد موجودة وإمام للمسجد موجود، هل يجوز يتحكم في المسجد وهو أمي؟ يعني ما صورة التحكم هذه؟ ما تجيبوش حصر، ما حدش يدخل حاجة في المسجد، الإمام ده لم ينفع، الإمام ده ما ينفعش، وهكذا. هو فقيه ولا غير فقيه؟ فقيه لا يفقه شيء، لا يفقه شيء. خلاص، دول الفقهاء هم الذين يقومون بالمسجد ما لم تحصل مفسدة. بس المشكلة كيف تبعدوه عن المسجد؟ هذه مشكلة. المشكلة ان هو يعني لا يفقه شيء ويتحكم في المسجد. وقلت لك كيف ستصرفه؟ هل سينصرف اذا صرفتموه او سيتمسك ويعمل لكم مشكلة؟ والله يا فضيلة الشيخ احنا يعني بنشيل حضرتك في الموضوع ده، نعمل ايه؟ اقول لك يعني اذا ان شاء الله اذا كان ابعادوه لن يولد فتنة ابعدوه، اذا كان لن يولد فتنة، عفوا، اذا كان ابعاده سيولد فتنة لا تبعدوه، تصرفوا مع بأي طريقة لا تولد فتنة. نعم نعم، الله يسلمك، شكرا. ماشي.